فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة، ونحن على مشارف الانتهاء منه الحمد لله. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. سئل بلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض. شوف أستقرض، ما عنده مال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كانت ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، يعني في جماعة من التجار، فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر؟ اللهم أمين. قلت قريب، قال إنما بينك وبينه أربع، فأخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم، يعني أجعلك أستعبدك، يعني استغفر الله، كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفاس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله، شوف الخدمة للعلماء، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أدب جم، وهذا الأدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ بيقول مسألة المصافحة المرأة عجوز، لا يجوز أخي، لا يجوز. أين الجواب؟ الجواب لا يجوز، ولو كانت على فراش الموت لا يجوز، لأن النبي عموما قال لأن يضرب أحدكم بمخيط يعني يشق أو يشج رأسه قبل أن يمس امرأة لا تحل له. نتم الحديث إن شاء الله. قال فأخذ في نفسه ما يأخذ، المهم استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، أعوذ بالله. لذلك كان الشافعي يقول لا يحكن جلدك إلا حبيبي أصيل. أنا أجبتك حتى قطعت قراءة الحديث وأجبتك، ما في خلاف، ما في خلاف، الخلاف الذي ورد شاذ، النص قال لا أصافح النساء. فهنا بلال يراجع النبي، قال فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذي قد أسلموا، الذين قد أسلموا، قد يرزق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله. الله أكبر. نعم الشافعي قال لا يحكن جلدك إلا ظفرك، وإن سألت فاسأل من يعرف قدرك، فذاك الخير بخير أن تحال على كريم. فقال يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله أبشر فقد جاءك الله بقضائك. هو ما اقترض إلا لله، ولذلك الحديث صريح، من اقترض ليهلك أموال الناس أهلكه الله، ومن اقترض ليؤدي أدى الله عنه. ثم قال ألم تركب الركائب المناخات، ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ قلت بلى. فقال إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة
وطعاما أداهن إلي عظيم فدك. شوف شوف صدق يا شيخ صدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل رزقي تحت ظل رمح، الدنيا لا تسوي شيء. مخ 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 مغبون مخبول من انشغل بالدنيا وغطى بها الآخرة. المعاني هذه لمن استيقن في ربه ولم يعامل ربه بالاختبار، هذا هو. قال فاقبضهن واقض دينك، ففعلت. فذكر الحديث قال ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم فلم يبقى شيء. فقال أفضل شيء؟ قل أفضل شيء؟ قلت نعم فضل، يعني بقي شيء. قال قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه. بقي شيء لا ليأخذه، ليرتاح منه بأنه ينفق في سبيل الله. فسبحانك ربي سبحانك. أنظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله في المسجد، الله أكبر. وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ ما رضي يدخل على أهلي حتى ينفق المال في أهلي، الله أكبر. قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله. كيف نأتسي وكيف نسير على مثل ذلك؟ اللهم لا تؤخذنا بسفهنا وببخلنا وبما نحن فيه من التمسك بالدنيا. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه، الله أكبر. شوف هنا بلال كان إذا أتى من أسلم وكان فقيرا ما عنده. النبي صلى الله عليه وسلم كان تمعر وجهه من أجل أهل الصفة. أهل الصفة من المهاجرين كانوا من أعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا، وكانوا فقراء لا شيء لهم، وكان النبي ممتاز. ما هذا الإبداع في اللفظ الذي أخذ قلبي ولبابي؟ وربي قد أبدعت إفصاحا أيها الكاتب أو الكاتبة. نعم المعجزات مخارج اليقين، وهذا صحيح، حيثما كان القلب ترى العجائب. فهنا يعني قال لهم لو تعلمون ما لكم عند الله، لو تعلمون ما لكم عند الله لا دعوتم ربكم أن يزيدكم مما أنتم فيه، وعلى الأقل أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بخمسمائة عام. لما راهم أتوه بفقر شديد بجوع شديد متقلد النمار خطب في الناس مغضبا، قال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره، حتى جاء الناس يتتابعون يضعون الزكوات يعني أمام يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول المشرك يا بلال فقال يا لباه، يعني لبيك ماذا تريد، وهو أدب في الرد. وفي قولي فتجهمني، يعني تلقاني بوجه مكفهر وأساء لي القول. طبعا هنا لابد أن تعلموا بأن صاحب الدين إن أساء يسكت له. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ديني، واشتد، فقام الصحابة هموا به فقال اسكتوا إن لصاحب الحق مقالا، اسكتوا إن لصاحب الحق مقالا، وسد دينه بأبي هو وأمي. الأمر هنا في مسألة عظيمة جدا كما قلنا، السعي في قضاء حوائج الناس حتى لو استدان، فهذا يأخذ من الزكاة. ولكن لما جاء للنبي قال إنه سيفعل ويفعل، قال سأردك. المشرك قال سأردك عبدا كما كنت. وتهيأ بلال لذلك فأتاه الفرج، يقين في الله، أربع ركائب تأتي بلال ويبقى منها المال، والنبي يخشى يموت المال ده معه، أراد أن يوزعه، لذلك حتى تريحني منه، يعني فرق قلبي من الانشغال به حتى يصل المال إلى أصحابه، حتى يصل المال إلى أصحابه. يا لله
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إحسان فوق الإحسان وبر فوق البر. وأيضا المكانة الاجتماعية أو قالوا الحفاوة مع التكافل الاجتماعي، لو فعل ذلك أهل الإسلام في زمننا هذا ما بقي فقير على وجه الأرض من المسلمين، بل ارتقت الأمة الإسلامية إلى السماء وقويت على كل الأمم. لكن الله المستعان، نسأل الله جل في علاه أن يفرج الكرب، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أرق القلوب قلبا على إخواننا وعلى أهل ملتنا. اللهم أمين ربنا. فرأت أبي توبة ما دعني فسكت عني عن النبي صلى الله عليه وسلم فاغتمستها، أي ما ارتضيت تلك الحالة وكرهتها وثقلت علي. نعم، لأنه النبي ما كان عنده، فرد ما رد عليه بذلك لأنه ما كان عنده. وفي رواية عن عياض بن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال أسلمت؟ فقلت لا. فقال النبي إني نهيت عن زبد المشركين، هدايا المشركين، إني نهيت عن زبد المشركين، ورد هديته. هنا خلاف التقعيد، الكريم من يقبل الهدية حتى ولو من كافر، فقد قبل النبي من المقوقس وقبل من أصحمة الحبشي قبل إسلامه، فهذا إشكال. لما رده لأنه يعلم أنه سيأخذ في نفسه فيسلم، لأن النبي أشار عليه أسلمت، قال ما أريد منك هدية، جئت عن زبد المشركين من أجل إيش؟ من أجل المصلحة، وهو إسلامه أن يسلم يقول له الهدية. فهو رد الأمرين أن يغيظه برد الهدية فأمتغط منه فيحمله ذلك على إيش؟ يجر إلى الإسلام جرا. والآخر أن الهدية موضع من القلب، وقد رأى تهاد وتحاب، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المشرك أصالة. الهدية قد تلين القلب وقد تصل بالمرء المودة، وقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فما محبة في القلوب للمشركين بحال من الأحوال. لذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقوى في التوجيه أنه رده لأنه طمع في إسلام وأسلم طمع، أسلم بفضل الله في علاه. عياض بن حمار الذي شرب الخمر كثيرا وقال النبي أنه يحب الله ورسوله. طيب، الفوائد المستنبطة في ذلك: علامة الإيمان الرحمة بالآخرين، علامة الإيمان الرحمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الفقراء، يرحم أهل الصفة، وبلال يقترض من أجل. شو بينا في يقين؟ دي مسألة ثانية. ما في؟ ولا بلال مع فلوس. صحيح. لما نعلم أن الله يحمله شيء. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. يقين إنه هذا شيء. ولذلك قلنا كلمة هذه الوقت راقية جدا. المعجزات مخارج اليقين. كلام فحل من الفحول. ليتها رجلا. يقين. نعم، هذا هو. الفائدة الثانية: من سعى في الخير لله لا يضيع، إن الله لا يضيع أولياءه. بلال كان يسعى الخير ويسعى لسد الخلة وقضاء الحاجات، فلم يخيبه الله جل وعلا، بل جاءت الركائب وزاد على زاد له فيها. شوفوا جاءت عند الاستحقاق. نعم، شيء الفرس كما يبيع يعني يرجع مستحقر. ما هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره. هي هذه، عشان كده قلنا لابد من احتياط الفرج يا شيخ. نعم، هناك دروس مناجم المحدثين انا عاملها، وفيها ايضا مسائل في مسائل المتقدمين والمتاخرين موجوده بفضل الله تعالى. الفائده الثالثة: أنا سأجعل الكلمة التي أعجبتني فائدة، المعجزات مخارج اليقين لفحل من الفحول، ليته كان رجلا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين رياً.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.